السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي متابعين عائلة أم زياد. النهاردة هعمل معاكم فيديو جديد خالص، فايدة جميلة جدا جدا جدا، حاجة صحية جدا جدا جدا، طبعا مع كل أم زياد حاجات جميلة وحاجات مفيدة وحاجات صحية لينا ولجسمنا. طبعا كلنا بنقدم جديد في جديد عشان نكون ونحبكم دايما أحلى متابعين أم زياد. النهاردة هبدأ معاكم فيديو جديد، يا رب يكون يعجبكم، كل فيديوهات خفيفة عليكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. قبل ما نبدأ نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ فيديونا ونقول بأحلى كلام عن فوائد التوم وأهمية التوم وأحلى حاجة في صحتنا، طبعا كلنا لازم نهتم بيها. طبعا كلنا عارفين إن التوم له فوائد عديدة جدا جدا وأهميته حلوة كتير، وكلنا طبعا أكل اللي بنحبه دايما في أكلنا التوم. بس قبل ما نبدأ فيديونا ونقول معلوماتنا الحلوة الجميلة معاكم إن شاء الله بإذن الله تعالى، ما تنسناش في لايك وشير وكومنتو حلو منكم، وتقولوا لي إيه رأيكم في التعليقات. يلا نبدأ فيديونا ونتكلم عن التوم وفوائده وأهميته حلوة الجميلة. كلنا عارفين إن التوم بيعتبر أحد من الأطعمة الأكثر فاعلية للحفاظ على الصحة، حيث إنه يساعد الدورة الدموية والجهاز الهضمي على العمل بشكل جيد، وينصح بتناوله على الريق. طبعا كلنا عارفين ان التوم يعمل على تعزيز جهاز المناعي وخفض ضغط الدم ومكافحة امراض القلب، ويساعد على التخلص من السموم. كلنا عارفين انه له فوائد عديدة جدا جدا على الريق، وله فوائد صحية لينا طبعا على الجسم الصحي. تعالوا نشوف ايه فوائده الصحية. طبعا كلنا عارفين ان التوم له فوائد جميلة ونحطها طبعا في كل مأكولاتنا، بتبقى حلوة جدا ومفيدة. ان هو اللي هو بيخفض مستوى الكوليسترول والضغط الدم، وكمان التوم بيمنع الجلطات والامراض المعدية والسرطانات والسكري. كمان له فوائد جدا جدا للحامل، وفوائد طبعا للعلاجية كتير، وميزات كتير جدا. تعالوا نشوف اهميتها ايه وفوائدها ايه، الميزات ديت بتاعت التوم. كلنا عارفين ان التوم خافض مستوى الكوليسترول وضغط الدم، وكمان بيتناول تناول منتظم في مستوى الكوليسترول في الدم عن طريق معدل النسبة بين الجيدة جدا. كلنا عارفين طبعا ان هو بيمنع مانع للجلطات الدمويه اللي قد تؤدي الجلطات الدمويه ان انسداد الشرايين، وبالتالي توقف تدفق الدم الى انسجه الجسم واعضاء مختلفه. كلنا عارفين ان هو مكافح للمعده، طبعا ان في ناس كتير ممكن ما بتحبوش، بس بجد هو علاج مفيد جدا جدا للمعده، ومن الاف السنين كلنا عارفين ان التوم مفيد جدا لصحه الانسان. كمان التوم بيحتوي على مركبات الكبريتيد اللي هي فيتامين سي وبي 6. كمان ان هو فيه فوائد حلوة كتيرة ومكافحة العدوى من انواع الجراثيم والفيروسات حتى العدوى الفطرية. يتم ادخاله في ايجاد صناعات عديدة من المراهم والقطرات المعدة للعلاج الخارجي للفطريات والتهابات الاذن. كمان التوم دوت علاقات مع الزكام، يعني علاقته مع الزكام حلوة جدا جدا، ان هو كمان مكملات يعني التوم ده تلاقيه في انواع كبسولات لتحتوي على اكثر اثار اللي هي خلال ذروة موسمية الشتاء اللي هو الانفلونزا. يعني بننصح بيه ان انت تاخدي منه في اكل التوم ده، مفيد جدا جدا وبيعزز المناعة، ان هو بيقوي المناعة جدا، وكمان ان هو له الوقاية من السرطانات. يحتوي التوم على مضاد الأكسدة وخصائص أخرى تقوي الجهاز المناعي وفي الجسم، وتقلل من احتمال الإصابة بسرطان القولون والمعدة والبنكرياس. كمان له فوائد عديدة وحلوة جدا زي الدواء السكري. الدواء السكري ده عبارة عن ايه؟ ان هو طبعا في من الاغراض والمضاعفات المصابة لدى السكري، مثل مشاكل الكلى والجهاز العصبي ومشاكل شبكة العين. ان احنا لازم نتناول من التوم ده في اكلنا حاجات كتير جدا جدا عشان بتظبط كل حاجة. كمان التوم ده بيساعد على في من مستويات السكر والكوليسترولات والدهونات والدهون في الدم، والأمر الذي يساعد على مرضى السكر بشكل كبير. طب فوائد التوم للحامل؟ له فوائد طبعا في الحامل، المرأة الحاملة ان هي تبقى لها فوائد حلوة جدا في التوم، ويكون يخفض ضغط الدم ويقلل من مستوى الكوليسترول لديها، وهذا لسلامة الحامل الأم والجنين.
كمان في زيادة وزن الطفل عند ولادته، بيكون حلو جدا برضو ومفيد له. كمان بيقلل من مقاومة التسمم الحمل، ان هو بيمنع لا قدر الله تسممات الحمل. كمان بيقلل من الشعور بالإرهاق وخلال الحمل، ويساعد في علاج التهابات المهبلية. كمان التوم مفيد جدا جدا للشعر، ان هو بيعد توم علاجا لتحسين نمو الشعر، وكمان بنسترات موضعية ويساعد في بان الشعر. التوم بيحتوي على عديد إضافية، وان هو بيحارب الصدفية، وفي صحة الشعر له فوائد جدا، واستخدام والفيتامينات وفيتامين كولاجين. اما وفي برضه انه بيحفز الدورة الدموية في فروة الرأس، ويحافظ عملية الإيض الكهرباء. التوم له التوم برضه تغذية البشرة، مغذي جدا جدا في البشرة بجد. التوم له أهمية كبيرة جدا جدا، وفوائد عظيمة، وتغذية سليمة جدا وصحية للبشرة. التوم أنواع كتير وفوائد جميلة جدا جدا. كلنا بننصح